إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة التي أجلها وأفضلها وأسعدها في الدنيا والآخرة ما أنعم به عليكم حين بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة بعد أن كان الناس في ضلال مبين رسولا أخرج الله به من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان ومن ظلمات الفوضى الفكرية والمنهجية إلى نور الاستقامة بالهدف والمنهج ومن ظلمات القلق النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدر قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين المعنى وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين أيها الإخوة اشكروا الله على هذه النعمة التي بها سعادتكم في الدنيا والآخرة وراحتكم وطمأنينتكم يقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم اعمر قلوبنا بذكرك حتى تطمئن وتنشرح صدورنا وقال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه يعني كمن لم يكن كذلك لا والله لا يستويان أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وقال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين لقد بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والناس يتخبطون في الجهالات والضلالات ففتح لهم أبواب العلم من كل وجه حتى يصلوا إلى أسمى الغايات فتح لهم أبواب العلم بالله عز وجل وبما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا
والأفعال التي مبناها على الحكمة والغاية الحميدة، وما له جل وعلا من الحقوق وإخلاص التوحيد له. وفتح لهم صلى الله عليه وسلم أبواب العلم في عالم الكون في مبدئه ومنتهاه والغاية منه والحساب والجزاء. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فانظروا أيها الإخوة كيف ذكر الله في هذه الآيات العظيمة مبدأ هذا الكون وغايته ومنتهى. من أين لكم هذا العلم إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ وفتح الله تعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أبواب العلم في عبادة الله عز وجل والسير إلى رضوانه ودار كرامته، فبين لهم كيف تكون العبادة ومتى تكون العبادة وأين تكون، وفتح لهم أبواب العلم في معاملة الخلق ناطقه وبهيمه، وفتح لهم أبواب العلم في طلب الرزق واستخراج ما أودعه الله في الأرض من كنوز الدهر والفضة وغير ذلك. فما من شيء يحتاج الناس إلى معرفته من أمور الدين والدنيا إلا بينه لهم أتم بيان. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكان الناس ولله الحمد بعد بعثة هذا النبي الكريم كانوا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتيه فيها إلا أعمى القلب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالحمد لله على نعمه والحمد لله على ما آتانا من فضله. أيها الإخوة، بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس منغمسون في الشرك، فمنهم من يعبد البشر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد صنما ينحته بيده ومنهم من يعبد حجرا يلتقطه من الأرض، حتى قيل إن الواحد منهم إذا سافر فنزل منزلا التقط أربعة أحجار فوضع ثلاثة منها تحت القدر ونصب الرابع إلها يعبده. وقيل إن بعضهم يعجن من العجوة من التمر شكلا على صنم فيعبده فإذا جاء أكله. أترون جهلا أعظم من هذا الجهل؟ لكن الله عز وجل أنقذهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم
من هذه الهوة السحيقة والسفه البالغ من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، فحقق التوحيد تحقيقا بالغا، وذلك بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، ويتحقق فيها الإخلاص بالقصد والمحبة والتعظيم، فيكون العبد مخلصا لله في قصده، مخلصا لله في محبته، مخلصا لله بتعظيمه ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله تعالى في كتابه أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا جاءت السنة النبوية المطهرة مبينة لكتاب الله تعالى في حماية هذا التوحيد وصد كل طريق يوصل إلى نقصه أو نقضه. فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر على هذا الرجل أن يقرن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل، واتخاذ الند لله تعالى شرك بالله سبحانه. وقريب من ذلك ما يكتبه بعض الجهال في لوحات يعلقها أو في بعض الساعات الحائطية، يكتب اسم الله من الجانب الأيمن، واسم محمد صلى الله عليه وسلم من الجانب الأيسر بصف متساو، فإن الناظر إليه من الجهال والعوام يظن أنهما في مرتبة واحدة. لذلك ذكر الشيخ الأثيمين رحمه الله أنه يجب المسح عليهما حماية لجانب التوحيد وابتعاد عن الشرك، والشرك يكون خفيا وربما يسري إلى القلب من حيث لا يشعر الإنسان. فاتقوا الله عباد الله، وابتعدوا عما يخل بالتوحيد، وفروا منه فراركم من الأسد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، consider from all of the great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon us, from amongst the greatest of those is the sending of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Through sending the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah clarified to us that which is from the obedience to Him and that which is disobedience. Allah clarified to us that which is truth and that which is falsehood. Allah clarified to us that which is sunnah, that which is bid'ah. And from the highest of the affairs, then Allah clarified to us via the sendings of the prophets and messengers that which is considered as tawheed and that which is considered as shirk. So be aware that from the greatest of the blessings of Allah is the sendings of the prophets, the sending of the prophets and the messengers with that guidance to remove the people from darkness into light.
That is, as Allah stated in the Quran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Indeed, Allah has bestowed, blessed, favored the believers. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. When He sent to them a messenger from themselves, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, that He recites upon them the ayat of Allah, وَيُزَكِّيهِمْ, and He purifies them, explaining to them the Tawheed from the shirk, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, and He teaches them the book and the sunnah, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, and prior to that, before that, then they were indeed in plain misguidance. They were in blatant misguidance. And this is just like in the Hadith Qudsi, the Hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us about, where Allah subhanahu wa ta'ala says that my servants, all of you, kullukum dalun, you are all misguided, illa man hadaytu, except for the ones who I guide. Fastahduni, so seek guidance from me, ahdikum, and I will guide you. So the guidance, it is from Allah. The guidance to keep you upon that straight path, to bring you to that straight path, the path of Allah, the path of the messengers and the prophets. That guidance is from Allah. It is not as a consequence of your own intelligence. It is not as a consequence of your intellect. Rather, that guidance is from Allah. So it is from the greatest of the blessings that a person is guided rightly up to the straight pathway, guided upon following the methodology, the correct methodology in implementing the Quran and the Sunnah. Thereafter, Allah subhanahu wa ta'ala also mentioned various ayat in the Quran explaining how an individual, when he is upon that guidance and he remembers that it is a blessing from Allah, and he remembers Allah often, and he supplicates to Allah often, and he does the remembrances often, then that is what brings peace to the heart of an individual. That is what brings calmness to the heart of an individual. Allah stated in the Quran, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. Those who believe, they have the iman and their hearts, they are tranquil and serene and upon calmness with regards to the remembrance of Allah. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبَ. Rather, indeed, certainly it is by the remembrance of Allah that the hearts of the people, they are calm and tranquil and in a state of serenity and peace. And that is why you find those individuals who are distanced from the remembrance of Allah, those individuals who are distanced from understanding their religion, who are distanced and far from understanding the Quran and the Sunnah and practicing it and implementing it, they are distanced and far, then their hearts are in a state of anxiety and their hearts are in a state of discomfort. Their hearts do not find tranquility and serenity and peace within them. Rather, the worldly affairs, whether it be this matter or that matter, the whisperings of the shaitan, then they cause that individual to be continuously in a state of worry and concern, in a state of anxiety and discomfort. And that is due to that person's lack of connection to his religion, to Allah subhanahu wa ta'ala. So be aware that Allah subhanahu wa ta'ala sent the prophets and the messengers with the guidance to remove the people from darkness into light. So upon us now is to cling to that straight path, to cling to the straight path of the prophets and the messengers, to cling to the straight path
of the final messenger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. For indeed it is mentioned in a narration that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he drew a line in the sand. He drew a line in the sand. And he said, "Hada siratullah." This is the path of Allah. Then he drew lines that were bent and crooked to the right and to the left. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. And then he said at the end of all of these lines, شيطان يدعو إليه. There is a shaitan calling you to the end of all of these distorted, crooked and bent pathways from the straight pathway of Allah. So upon every individual is to learn and to understand and to practice that methodology, the upright methodology of understanding the Quran and the Sunnah in the correct manner, just as the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us to do. تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا. I have left two things behind. As long as you cling on to them, you will not go astray. كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي. The book of Allah subhanahu wa ta'ala and my sunnah. These are the words of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then upon us is to understand them and to practice them. To practice them in understanding the correct way. And from amongst the ways of doing that is going to the right sources for knowledge. Going to the right sources for knowledge. For indeed, there will be people who are calling to Islam, but in reality, they are calling to misguidance. There will be people who are giving da'wah and calling to misguidance, perhaps bid'ah, perhaps shirk even, from their lack of understanding the Quran and the Sunnah. So it is not suitable and it is not correct for an individual to go around everywhere, sitting with everyone, looking at every website, reading every book, even if those sources are written by individuals who are not upon the way of Ahlus Sunnah, then this is incorrect and it will lead you to misguidance and it will lead you to confusion. That is why the Salaf used to say, "Inna hadha al-ilma deen." Indeed, this knowledge, it is religion. فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. So look towards who you take your religion from. Do not take your religion from anyone who comes along and claims to be of knowledge. Perhaps they will teach you bid'ah. Perhaps they will teach you something which is not from the sunnah. So be aware, as one of the primary factors in seeking knowledge is knowing where to seek the knowledge from. Knowing what that straight path is, what the correct methodology is, in order that you can study and learn from that way of the Sahaba and the Salaf, and you are not misguided and led astray by all of the other calls and the misguidances of the individuals who call to other than the methodology of the Salaf. وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الصَّلَاةُ